كيف بتتعاملوا مع التنمر الإلكتروني؟ أولاً ما تجاوبوا أبداً وما تردوا على أي شيء قيل وما تنتقموا من خلال القيم بنفس الشيء. أول شيء سيء أو نشر شيء مهين رح يزيد الأمور سوءاً. ثانياً عملوا سكرين شوت إذا قدرتوا، خذوا لقطة شاشة لأي شيء بتعتقدوا أنه رح يكون تنمر عبر الإنترنت واحفظوه على جهاز الكمبيوتر الخاص فيكم. ثالثاً تعملوا بلوك وتقرير، فبتحتوي معظم المنصات عبر الإنترنت على هيدي الخاصية، وتأكدوا من حظر المستخدمين المسيئين وإبلاغهم إلى نظام التواصل الاجتماعي المناسب. رابعاً تحدثوا عن ذلك، معقول ما تشعروا فيها بهذا الوقت، بس التنمر عبر الانترنت بيأثر عليكم بعدة طرق مختلفة. منكن وحدكن، التحدث مع شخص عن التنمر مش بس بيساعدكم بالحصول على الدعم، ولكن بيوثق الأدلة ورح ياخد وزن كبير على كتفكم. خامساً كونوا خاصين، بوصي بالاحتفاظ بإعدادات خصوصية الوسائل الاجتماعية الخاصة فيكن وبعدم الاتصال بأي شخص ما بتعرفوه. بوضع ما رح تتحدثوا فيه للأشخاص عشوائيين بالشارع، فلا بتقوموا بذلك على الإنترنت. سادساً تعاطفوا، تذكروا دايماً أنه الأشخاص السعداء والأمينين ما بيتنمروا على الآخرين، فبمر الأشخاص اللي بيستأسدوا بأوقات عصبية وبيحتاجوا بكتير من الأحيان لكتير من المساعدة والدعم. معظم البلدان بتتضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، وبلبنان التنمر الإلكتروني هو ضمن قانون 81 على 2018. فيكن تبلغوا.